اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنوجد معكم هذه الحلوه، عجينه واحده كنخرجوا منها بمختلف الاشكال. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي غزاله بزاف ولذيذه وكتذوب في الفم، ويعني صراحه جات غزاله بزاف، ونتمنى انكم تجربوها. وندوزوا للمقادير اللي غادي نحتاجوا فيها. كما غتشوفوا معايا، جوج بيضات، كاس ديال الزيت كبير، شويه الملحه، كاس صغير ديال السكر، شويه ديال الكوك، كاوكاو، واحد نصف كيلو ديال الدقيق، خماره واحده، ألزة واحده، وواحد 300 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. كما تشوفوا معايا غندوزو دابا باش نخلطوا العجينه ديالنا. اول حاجه الزبده، راكم ما كتشوفوا ولات على درجه حراره المطبخ، وغادي نضيفوا عليها طبعا السكر، غادي نضيفو، غادي نضيف مع هذيك الخنيشه ديال الزا، وغنخلطها شويه، ومن بعد غنضيف المكونات ديالنا الباقي اللي هي الزيت والبيض كما تشوفوا معايا، وغنبقى نحرك الخليط يولي كريمي. كما غنضيف البيض والزيت غنزيد نعاود نخلطهم مزيان، لانني يعني اصلا مخليهم كلهم على درجه حراره المطبخ. ومن بعد من غيولي الكريمي غنضيف الملحه، وبعد غنغربل الدقيق ديالي مع الخماره. كما غتشوفوا معايا الخماره فيها 18 غرام، وانا غنهز منها غير معلقه، لان هاد الحلوه ما كتبغيش، يعني كتبغي خماره واحده، يعني ديروا وحده ديال 8 غرام كتجي هي هذيك. مهم البنات تبعوا معايا المراحل. اهم مرحله البنات انكم من تجمعوا الدقيق دي، يعني تجمعوا العجينه ديالكم بالدقيق، غادي تجمعوها وديروها في واحد الكيس بلاستيكي، وغديروها ترتاح في التلاجة واحد نصف ساعه. ولا كنتو زربانين، الا كنتو زربانين غادي ديروها في كيس بلاستيكي وغديروها في الفريغو وتخليوها تقريبا واحد 10 دقائق وصافي باش بداو. وقد ما خدمتوا بها عاودوا ديروا رجعوها للميكا وديروها في الثلاجه. ضروري هاد العمليه، ان هاد العجينه هادي راه كت يعني حساسه بزاف بزاف، دغيا كتهرس، وخاصكم تمشيو معاها بشويه بشويه، وخاصكم ديروا ورق الفرن باش تقدروا تقطعوها وتوجدوها. مهم البنات تتبعوا معايا المراحل، وراها واضحه وباينه. وكما قلت لكم حل الخليط، انا ما قلتلكم غندير شويه ديال الكوك، شويه غتشوفوا معايا غنضيف شويه ديال الكوك، كيجي لذيذ، يعني ما تكثروش بزاف، ما كتحسوش به اصلا واش كاين، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع جدا كما غتشوفوا معايا. تبعوا المراحل البنات، ونتمنى هذه الحلوه تنال الاعجاب ديالكم. انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. بالنسبه للعجين على حسب يعني الزبده والزيت شحال غتاخذ لكم ديال الدقيق. انا الاول درت 10 المعالق، ومن بعد زدت 10 اخرين، وعاود من بعد زدت لانها كتحتاج للطحين مزيان. وهذاك شويه الكوك اللي كندير في وسط العجين ديالي راه كيجي رائع ولذيذ بزاف، وكاع ما كتحسوا به كاع في العجينه. مهم لكم الاختيار البنات في طريقه كيفاش تزوقوها، يمكن ديروا الشوكولا، يمكن ديروا الكراميل، يمكن ديروا بزاف د الحاجات. انا اختاريت انني نزوقها بالكوك والكاوكاو مهرمش، صراحه جات زوينه، ونتمنى انكم تجربوها لانها تستحق التجربه صراحه. مهم نخليكم البنات مع الفيديو، تبعوا المراحل. هانتوما كيما شفتوا نضفت قليل، يعني تقريبا واحد جوج ملعقات ديال الكوك وصافي. ومن بعد كنبدا نجمع الحلوه ديالي بالدقيق، وكندير لها الخميره مع الدقيق، وكنغربل كما غتشوفوا في الفيديو. مهم البنات ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو للاخر، تبعوا المراحل، راه زعما الحلوه كتستاهل. وبالنسبه للطبخ راه كديروها على درجه حراره 100، الا كان عندكم فرنان ديال الضو، وتشعلوا الفوق والتحت وتردوا مع الباب لانها دغيا كطيب. المهم البنات خليكم مع الفيديو، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. تبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تعاليقكم اللي كتحفزني دائما انني نزيد فيديوهات اكثر، وكنتمنى ان هذه الحلوه تعجبكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.